السلام عليكم، أهلا بكم طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثاني الثانوي. يتجدد اللقاء مع حصص مادة الأحياء. أخذنا مع ميس صوفيا الحصة اللي فاتت، بدأنا التنفس واتعرفنا على التنفس الخلوي الهوائي وعرفنا معلومات كتير. طيب، هل بيتنفس النبات؟ المفروض تكونوا عرفتوا ده. هل النبات بيتنفس زي الإنسان وباقي الكائنات الحية؟ طيب، هل بيطلق ثاني أكسيد الكربون زي ما الإنسان في التنفس بتاعه بياخد الأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون؟ تعالوا نتعرف على ده كله من الفيديو الجميل اللي حضرته ليكم دلوقتي. وضعت لكم في الشات رابط النيربود تمام، رابط النيربود والكود الخاص بيه عشان ولادنا يدخلوا معانا دلوقتي ويبدأوا يتفاعلوا معانا. تعالوا نسمع مع بعض الفيديو ونجاوب على الأسئلة اللي هتظهر لنا على الشاشة. التنفس في النبات. الهدف التعرف على عملية التنفس في النبات. تخضع جميع النباتات لعملية تنفس، والنظرة القريبة إلى الورقة تبين أن بها عددا من المسام على السطح، وتساعد المسام في امتصاص الأكسجين وإخراج ثاني أكسيد الكربون. وإذا نظرنا إلى مقطع من الورقة نجد مساما ببعض مساحات الهواء. طبعا هنا بيوضح لكم تركيب الورقة، وإحنا درسناه في الفصل الأول وعرفنا طبعا أنها عندي البشرة العليا والسفلى، وفي النسيج المتوسط أو الميزوفيلي اللي بيتكون من عندي النسيج العمادي والنسيج الإسفنجي. تعالوا نكمل مع بعض ونشوف إيه اللي هيحصل. الهواء والعديد من خلايا نسيج الورق المتوسط الإسفنجي، وخلال التنفس ينتشر الأكسجين من الخارج إلى الورقة عبر الرسالة. طيب، احنا دلوقتي بنقول ان عندي هينتقل الاكسجين من الخارج للداخل من خلال ايه؟ زي ما شفنا في الفيديو، هينتقل الاكسجين عندي من الداخل الى الخارج، من الخارج الى الداخل عن طريق الثغور، وبنفس الطريقة هيخرج ثاني اكسيد الكربون لما هنشوف كمان شوية مع بعض. وبعد ذلك يدخل هذا الاكسجين الى المسافات الهوائية حيث ينتشر الى الخلايا الوسطى، والنظرة القريبة الى هذه الخلايا توضح انها تحتوي على نواة و AR وبلاستيدات خضراء وميتوكوندريا. انا دلوقتي عندي عايز اعرف ما هي نواتج عملية البناء الضوئي. هستقبل اجاباتكم على الشات. ما هي نواتج عملية البناء الضوئي يا شباب؟ زي ما عرفنا مع بعض لما درسنا عملية البناء الضوئي، كان النواتج ايه؟ تمام، ممتازين. كان في عندي الاكسجين والجلوكوز. تعالوا نعرف ايه اللي هيحصل للاكسجين. هيروح فين؟ طريق الاكسجين هيروح فين دلوقتي؟ وهذا الاكسجين يدخل الميتوكوندريا حيث يساعد في تنفس الخلية واخراج ثاني اكسيد الكربون، وينتشر ثاني اكسيد الكربون خارج خلية الورقة الوسطى ويتحرك عبر الفراغات الهوائية ليصل الى المسام، ومن هناك يمر الى الخارج الى البيئة. لذلك فخلال التنفس تمتص اوراق النبات الاكسجين وتخرج ثاني اكسيد الكربون. زي ما عرفنا مع بعض دلوقتي ايه اللي بيحصل في عملية التنفس وعرفناها مع بعض، النبات هياخد الاكسجين وهيخرج ثاني اكسيد الكربون. الاكسجين سواء اللي خده من بره او اللي بيخرج عن طريق عملية البناء الضوئي، مصيره هيروح فين؟ للميتوكوندريا عشان يبدأ عملية التنفس الخلوي، اي التنفس الذي يحدث في الخلية النباتية. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ده، ركزوا معايا. يتكون التنفس الخلوي من سلسلة من التفاعلات الكيميائية، وفي التنفس الخلوي تستخدم الخلايا الأكسجين لتحرير الطاقة الكيميائية يبقى أول حاجة نعرفها إن الخلايا بتتنفس التنفس الخلوي عن طريق إطلاق الطاقة أو انطلاق الطاقة. إزاي؟ من جزيء الجلوكوز، هنتعرفنا على الجزء ده الحصة اللي سابقة. مخزنة في الجلوكوز. يحدث التنفس الخلوي لدى الحيوانات والنباتات على حد سواء، وذلك ضمن الخلايا وداخل العضيات تسمى الميتوكوندريا. المادتان المتفاعلتان في التنفس الخلوي هما الجلوكوز والأكسجين. يتفكك الجلوكوز في الخلية أولاً إلى جزيئات صغيرة، وتتفكك تلك الجزيئات الصغيرة بوجود الأكسجين داخل الميتوكوندريا إلى جزيئات أصغر أيضاً، ويؤدي ذلك إلى تحرير طاقة كيميائية وتكون ثاني أكسيد الكربون والماء.
تلتقط جزيئات أخرى. طيب هنا طبعا احنا اتعرفنا يعني ايه تفاعل كيميائي ويعني ايه معادلة كيميائية في المرحلة الإعدادية. أي تفاعل كيميائي لازم فيه عندي مواد متفاعلة ومواد ناتجة من التفاعل. طيب أنا عندي هنا ايه هي المواد المتفاعلة؟ الأكسجين والجلوكوز. طبعا ده كله بيحصل فين؟ داخل الخلية، طبعا سواء خلية نباتية أو خلية حيوانية. أنا عندي الميتوكوندريا كعضية أساسية موجودة في الخلايا النباتية والحيوانية. يبقى المواد المتفاعلة الأكسجين والجلوكوز عن طريق الطاقة الضوئية بيحصل إيه؟ هينتج طاقة، أقصد كيميائية، هيحصل تفاعل كيميائي، هيحصل كسر في الروابط الكيميائية، هينتج إيه؟ هينتج عندي ثاني أكسيد الكربون والماء والـ في الخلية ATP الطاقة طاقة. الكيميائية المتحررة عبر هذه العملية، حيث تستخدم هذه الطاقة لتوفير الطاقة اللازمة للعمليات التي تبقي الكائن على قيد الحياة، وينطلق ثاني أكسيد الكربون والماء بمثابة فضلات. تمام، بعد كده هيبدأ عندي ينتقل ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عملية التنفس الخلوي يوصل للرئتين ومنها يخرج عن طريق هواء الزفير خارج الجسم. طيب تعالوا نتعرف أو نحل مع بعض التمرين ده. حضراتكم بالفعل درستوا الجزء ده الحصة السابقة، فعايزين نحل تمرين كده الأول عليه نشوف مدى استيعابكم للجزئية دي. هنا ده جزء من بنك المعرفة المصري بيشرح لحضرتك تكوين او تركيب جزيء الـ ATP، واحنا عارفين طبعا ان هو من الجزيئات المهمة جدا وهو عملة الطاقة في الكائنات الحية، وهو الأدينوزين ثلاثي الفوسفات. هنا طبعا بيشرح لحضرتك بالتفصيل معلومات عنه وعن مرافقات الإنزيم. اتمنى ان انتوا تشوفوه كويس جدا وتراجعوه. طيب تعالوا نحل الأسئلة مع بعض. اول سؤال، يحصل الجسم على الطاقة اللازمة لجميع أنشطته الحيوية من خلال تكسير مركبات الـ ATP. إجابة صحيحة أم إجابة خاطئة؟ منتظرة إجابتكم. هل الجسم بيحصل على الطاقة من خلال تكسير الروابط الموجودة في جزيئات الـ ATP أو مركبات الـ ATP؟ أعتقد إن أنا لسه قايلها لكم كمان من شوية. طبعاً برافو عليكم، الإجابة صحيحة. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. يعتبر مركب النات اتش هو المركب الوحيد الذي ينقل الطاقة المستخدمة لتكوين جزيء الـ ATP. هل الإجابة صحيحة أم الإجابة خاطئة؟ طبعاً الإجابة خاطئة من غير تفكير، لأن طبعاً مش هو الوحيد اللي بينقل الطاقة عندي. نشوف السؤال اللي بعد كده. تتحرر الطاقة المختزنة في جزيء الـ ATP عند تكسير الرابطة بين إحدى مجموعات الفوسفات والجزيء. منتظر إجاباتكم، هل الإجابة صحيحة أم الإجابة خاطئة؟ تتحرر الطاقة المختزنة في الـ ATP عند تكسير الرابطة بين إحدى مجموعات الفوسفات والجزيء. طبعاً ده إحنا قلنا الـ ATP هو عملة إيه؟ عملة الطاقة. ممتازين. نشوف السؤال اللي بعد كده مع بعض. السؤال اللي بعد كده بيقول معايا، يتكون جزيء الـ ATP من سكر ريبوزي وأدينين ومجموعتين من الفوسفات. ها ايه رايكم؟ طبعا احنا ممتازين، والمعلومه دي ثابته في دماغنا من واحنا في اولى ثانوي وعارفين تركيب الاي تي بي. تمام، ده انا عندي اي تي بي يعني تراي يعني ثلاثي الفوسفات. يبقى اذا الاجابه خاطئه، لان طبعا بيتكون من سكر ريبوزي وادينين وثلاث مجموعات من الفوسفات. طب مين يقول لي امال مين اللي بيتكون من مجموعتين فوسفات؟ اي دي بي. برافو عليكم. ضايف وشوف السؤال اللي بعد كده مع بعض. يستخدم أو تستخدم جزيئات الـ ATP في توفير الطاقة للوظائف الميكانيكية لنقل النشط لأيونات وتصنيع الجزيئات الكبيرة. طبعاً احنا اتفقنا، هو أصلاً الجسم بيعمل التنفس الخلوي ليه؟ ها بيعمل التنفس الخلوي عشان تطلع طاقة. الطاقة دي هيستفيد بها أي خلية في الجسم، أي نشاط في جسمنا هيستفيد بالطاقة النابعة. يبقى إذا طبعاً الإجابة صحيح. تعالوا ننتقل لجزء تاني في درسنا النهاردة. احنا كده حلينا اسئلة على الحصة السابقة وتعرفنا على او يعني اتأكدنا ان احنا ما شاء الله كده المعلومة ثبتت عندنا. هنحاول نكرر المعلومة اكتر من مرة. انا عارفة ان الدرس محتاج مجهود شوية منكم، نذاكر اكتر ونركز مع بعض، واي اسئلة نجمعها في الشات ونجاوبكم عليها ان شاء الله لو لحقنا في اخر الحصة او في الحصة القادمة بمشيئة الله. طيب احنا درسنا الحصة اللي فاتت التنفس الخلوي الهوائي،
وعرفنا ان التنفس الخلوي الهوائي او عشان احصل على طاقة يبقى لازم اعمل اكسدة لجزيء مين؟ الجلوكوز. طيب ليه؟ ها، سكريات احادية البسيطة اللي هو المونيمر بتاع البوليمرات اللي هي مين؟ الكربوهيدرات. طيب الاكسدة الجزيء الجلوكوز دي هتتم على كم مرحلة؟ عندي 3 مراحل ها متتابعة، يعني اللي بيخرج عندي من المرحلة الأولى يدخل المرحلة الثانية تستكمل بيه، واللي يخرج منها يستكمل في المرحلة الثالثة. إذا مراحل بتتم في تتابع ورا بعضها ما بتنفصلش. طيب أول مرحلة كان اسمها إيه؟ ممتازين، انشطار الجلوكوز، يعني جزيء الجلوكوز ابدا اكسر الرابطة عندي. تمام. طيب بيتم فين انشطار الجلوكوز؟ تم في السيتوسول. ايه السيتوسول؟ حوالين الميتوكوندريا بيكون في الجزء من السيتوبلازم مفيش فيه عضيات، خالي من العضيات، ده بنسميه السيتوسول. يبقى انشطار الجلوكوز بيتم في السيتوسول. جميل. طيب نواتج انشطار الجلوكوز هتروح لمين؟ دورة كريبس. طيب دورة كريبس بتتم فين؟ برافو، بتتم داخل الميتوكوندريا. جميل. ها بعد كده اللي يطلع يروح فين؟ يروح على سلسلة نقل الإلكترون اللي بتتم داخل الميتوكوندريا أيضا. يبقى زي ما شايفين في الرسم عندي، بدأ انشطار الجلوكوز في السيتوسول خارج الميتوكوندريا اهو زي ما احنا شايفين، اللي يطلع عندي يدخل هيتحد طبعا هنعرف كمان شويه مع الاسيتايل، او هيديني الاسيتايل كونزايم ايه اللي هيدخل عندي دوره كريبس ومنها لسلسله نقل الالكترون. وزي ما احنا شايفين في كل في الرسمه بيوضح لحضرتك ايه النواتج بتاعه كل مرحله منهم. طيب تعالوا نتعرف على الكلام ده، تعالوا نراجع كده الاول قبل ما ادخل على دورة كريبس، ان انا عارفة ان انتوا شرح لكم المرة اللي فاتت انشطار الجلوكوز، بس تعالوا نعيدها تاني عشان نربط المعلومة ببعضها. اولا انشطار الجلوكوز اتفقنا انها بتتم فين؟ في الجزء غير العضي من السيتوبلازم، يعني الخالي من العضيات اللي بنسميه ايه؟ السيتوسول. ممتازين. كان ايه اللي بيحصل في انشطار الجلوكوز؟ ادي عندي جزيء الجلوكوز في كام ذرة كربون؟ نراجع مع بعض. ممتازين، 6 ذرات كربون. بيحصل ايه؟ بيحصل عندي للجلوكوز ان بيبدا يحصل له عمليه انشطار. يعني ايه؟ يعني بيبدا يحصل له اكسده، ينتج عندي ايه؟ ينتج عندي 2 اي تي بي اللي بيتحول ل او بيتحول ال 2 اي تي بي الى 2 اي دي بي. يبدا بعد كده يخرج عندي في طبعا الجلوكوز 6 فوسفات ويتحول للفركتوز 6 فوسفات اللي هو برضو لسه احنا زي ما احنا لسه 6 ذرات كربون، ومنها للفركتوز 1 و6 ثنائي الفوسفات. لسه ما زلنا عندي الجزيء بيتكون من 6 ذرات كربون. الفركتوز 1 و6 ثنائي الفوسفات بيتحول لاتنين جزيء فوسفوجليسرالدهيد، ومن هنا حصل انقسام للجزيء وبقى عندي زي ما احنا شايفين 3 ذرات كربون. ايوه، يبقى الجليسرالدهايد ثلاثي ذرات الكربون، بيطلع عندي 2 جزيء. ناخد بالنا 2 جزيء الفوسفو جليسرالدهايد. طيب بيبدا يحصل ايه للفوسفو جليسرالدهايد؟ بيتاكسد كل جزيء من الفوسفو جليسرالدهايد اللي بنسميه ايضا البي جي اي ال اللي هو البيجال لو نقدر مجازا نقولها، لاتنين جزيء من حمض البايروفيك. يبقى الاثنين فوسفو جليسرالدهايد هيديني 2 جزيء حمض البايروفيك، وطبعا بيصاحب التفاعل ده اختزال ل2 جزيء من مرافق الانزيم اللي هو النات اللي بيختزل لنات اتش، وانتاج 2 جزيء من الاي تي بي اللي بيخرج طبعا عندي في سيتوسول الخليه. وده اول 2 جزيء من الاي تي بي بيكونوا حرين موجودين عندي في الخليه. ودي كانت انشطار الجلوكوز بكل بساطه لغايه ما وصلنا لحمض البيروفيك، وبكده خلصنا انشطار الجلوكوز. طيب النواتج بتاع انشطار الجلوكوز عندي ايه؟ عندي بينتج 2 جزيء اي تي بي حر، والحصول طبعا على حمض البيروفيت اللي هيبدا يستخدم بعد كده سواء في التنفس الهوائي او التنفس اللاهوائي. طيب جميل، يبقى انا نتج عندي كام جزيء اي تي بي من الدوره دي؟ الطاقه الناتجه كام؟ 2 جزيء اي تي بي. طيب في راي حضراتكم هل الطاقه الناتجه عن انشطار الجلوكوز كافيه لاداء الوظائف الحيويه في الكائنات الحيه؟ طبعا لا، مش كافيه، ده 2 جزيء،
ما يقدروش يساعدوا الخلايا على القيام بالطاقة. أنا ببذل مجهود كبير، الخلايا عشان تقوم بأي عملية حيوية محتاجة مجهود كبير، إذن لا أنا كده الطاقة بتاعتي دي مش كافية. طيب إيه اللي يحصل؟ لا بعد إذنك بقى، بعد انشطار الجلوكوز، لا ده أنا لسه هكمل الدورة بتاعتي عشان أوصل لطاقة أكبر. طيب أعمل إيه؟ أنا اتفقت معاكم في الأول إن كل عملية منهم، سواء انشطار الجلوكوز، دورة كريبس، اللي هيخرج منها النواتج بتاعتها هتكمل معايا في المرحلة اللي بعد كده. طيب أنا قلت نواتج انشطار الجلوكوز إيه؟ 2 جزيء اي تي بي وحمض البيروفت، 2 جزيء حمض البيروفت، حلو قوي. الاتنين اي تي بي وحمض البيروفت يبداوا يدخل معايا بقى، حمض البيروفت اخده وابدا انتقل للجزء الثاني من الدوره عندي، وتعالوا نشوف دوره كريبس. طيب ايه اللي معايا دلوقتي؟ ده نموذج 3 دي للميتوكوندريا زي ما احنا شايفين. طب انا بقى مركزه على الميتوكوندريا ليه؟ انا دلوقتي هدخل جوه الميتوكوندريا. ما احنا اتفقنا انشطار الجلوكوز كان فين؟ في السيتوسول، خارج الميتوكوندريا في الجزء الغير عضي الموجود حواليها. طب انا دلوقتي هدخل جوه مين؟ يلا ندخل جوه الميتوكوندريا ونشوف. يلا ندخل جواها ونشوف. هنبدأ دلوقتي تاني جزء وركزوا معايا، وهي دورة كريبس او دورة حمض الستري، وهنعرف ليه بيسموها كده. ايه دورة كريبس؟ بتتم فين وايه نواتجها؟ انا عايزاك تركز في حاجة مهمة جدا، انا عايز اعرف كل جزء منهم من مراحل اكسدة الجلوكوز عشان نوصل ليه الطاقة. كل مرحلة منهم بتبدأ فين وبتنتهي فين وايه نواتجها عشان نقدر نحسب في النهاية كمية الطاقة اللي عندي دي هتكون قد ايه. دورة كريبس بتتم فين؟ اتفقنا داخل الميتوكوندريا. طيب مين العالم اللي موجود قدامي دلوقتي ده؟ انا لازم احط صور علمائنا عشان نعرف اشكالهم كمان، لان ليهم دور كبير في العلم وقدرنا من خلالهم نتعرف ونفهم حاجات كتيرة طبعا ربنا خلقها لينا. اول عالم اتكلم في الموضوع ده او وصفه كان اسمه هانز كريبس، سنة كام؟ 1937. ياه، لا ده كمان قدر ان هو يحصل على جايزة نوبل بعد ما عرف لنا دورة كريبس والتفاصيل بتاعتها. سنة كام حصل على جايزة نوبل؟ سنة 1953. احنا اتفقنا ان دورة كريبس بتحصل في الميتوكوندريا، وعشان نكون متفقين دورة كريبس وسلسلة نقل الالكترون الاتنين هيحصلوا داخل الميتوكوندريا. طيب ليه الميتوكوندريا يا شباب؟ هل الميتوكوندريا دي بتتميز بحاجة تخليها ان المرحلتين دول يتموا فيها؟ تعالوا نعرف ليه الميتوكوندريا بيتم فيها دورة كريبس وسلسلة نقل الإلكترون. لازم يكون الميتوكوندريا دي في حاجة بتميزها. طبعا، اولا فيها المية، جميل، كل العمليات الحيوية بتتم معاي في وجود مين؟ المية. فيها الانزيمات، ايضا العمليات الحيوية محتاجة الانزيمات، وانا محتاجاها جدا في عمليات التنفس وانتاج الطاقة. فيها الفوسفات، ها الفوسفات المهم لتكوين مين؟ الاي تي بي، عملة الطاقة. فيها كمان مرافقات الانزيم، اللي هي ايه مرافقات الانزيم؟ زي ما احنا كاتبين، عندي النات وعندي الفات اللي بيختزلوا ويديني النات اتش والفات اتش. لا ده مهمين جدا، ده لا ده كده الميتوكوندريا معايا قايمه بالواجب. طب تعالوا نكمل، ده مش على قد كده وبس، ده الميتوكوندريا كمان فيها السيتوكرومات. ايه بقى السيتوكرومات دي؟ السيتوكرومات لحمل الالكترونات، وهنعرف دورها بالتفصيل في المرحله الثالثه. جميل جدا، يبقى أنا عايزة أعرف حاجة مهمة، أنا كده عرفت الميتوكوندريا وأهميتها. طيب أنا قبل ما أدخل دورة كريبس، ها أنا حصلت على إيه من انشطار الجلوكوز؟ نفتكر كده مع بعض، أخدت إيه من انشطار الجلوكوز؟ 2 جزيء من مين؟ حمض البيروفت، حلو قوي. طيب هدخل دلوقتي في دورة كريبس، أول حاجة كل جزيء من حمض البيروفت بيتأكسد. طيب بيتأكسد ليه؟ عشان يتحول لمجموعة أسيتايل. طيب حمض البيروفيك كان فيه كام ذرة كربون؟ 3. مجموعة الأسيتايل فيها كام ذرة كربون؟ 2. أنا كده أقدر أدخل دورة كريبس، أصل حمض البيروفيك كان كبير عليا. طيب تمام، الأكس تتحول لمين؟ الأسيتايل اللي هو فيه 2 ذرة كربون. الأسيتايل بيقول أنا مش هدخل وإيدي فاضية، هيتحد مع مين؟ ركزوا معايا، مع مرافق الإنزيم ألف اللي هو بالإنجليزي اسمه كوإنزيم A. طيب الاسيتايل مع الكوانزيم A هيكونوا لي اسيتايل مرافق الانزيم الف او اسيتايل كوانزيم A. طيب وينتج عن ذلك ايه؟ هينتج عنه 2 جزيء نات اتش و2 جزيء ها
ثاني أكسيد الكربون. حلو جدا، أنا بإيه أقلل مين؟ بخرج كربون عشان أقلل عدد الذرات. طيب تعالوا نشوف مع بعض، نشوف الأول الفيديو ده وبعدين أشرح لكم تاني. تمام، إحنا الفيديو ده هيشرح لي دورة كريبس، نركز معاه وأنا هرجع أعيدها لكم تاني بالتفصيل. لننظر كيف تستخدم الميتوكوندريا حمض البايروفيك لإنتاج أدينوسين ثلاثي الفوسفات ATP. تتحرك الإلكترونات خلال التفاعلات، ومن ثم تتحرك الجزيئات وتغير من شكلها في كل مرحلة. انتبه لهذه التفاعلات التي تحدث طوال العملية. أولاً، لننظر إلى مرحلة الانتقال من تحلل السكر إلى دورة كريبس. قبل أن يدخل حمض البايروفيك دورة كريبس، يجب أن يتغير إلى أسيتيل الإنزيم المساعد A. أولاً، يفقد حمض. ايوه خدوا بالكم، احنا هنا قلنا ايه؟ حمض البايروفيك ها 3 ذرات كربون، مش هيقدر يدخل دوره كريبس، فيقول لها ايه؟ طيب بصي انا الاول هصغر نفسي شويه وبعدين ادخل. تمام، هيحصل له ايه؟ يتاكسد عشان يبقى مين؟ الاسيتايل اللي هو 2 كربون. نحاول نفهمها كده بطريقه بسيطه عشان تبقى سهله علينا. طيب انا صغرت نفسي بدل بايروفيك اتاكسدت وبقيت 2 كربون اللي هو الاسيتايل. تمام حلو جدا، هيروح يتحد مع مين؟ مع الكو انزيم البايروفيك جزيء ثاني اكسيد كربون والكترونا واحدا، ثم يتحد حمض البايروفيك المؤكسد مع الانزيم المساعد A لتكوين اسيتيل الانزيم المساعد A. في الوقت نفسه يكتسب NAD الالكترون الذي فقده البايروفيك، ثم يكون NADH. عظيم، لنعد الآن إلى أسيتيل الإنزيم المساعد A. بمجرد أن يتكون يدخل دورة كريبس في الميتوكوندريا. أولاً يتفاعل أسيتيل الإنزيم المساعد A الذي يحتوي على ذرتي كربون مع الأوكسالو أسيتات الذي يحتوي على 4 ذرات كربون ليكون حمض الستريك وهو جزيء سداسي الكربون. أثناء هذا التفاعل يتم إطلاق الإنزيم المساعد A. يتفاعل ايه اللي حصل؟ خدتوا بالكم الكوانزيم ايه كان دور كده ها مساعد؟ اول ما بدات بقى خلاص دوره كريبس قال لهم شكرا، لا كمل انت بقى مع الاكسالو اسيتك وكون حمض الستريك 6 كربون، انا كده خلاص دور انتهى وهخرج بقى اريح بره عشان اشتغل مع دوره كريبس تانيه او اتحد مع مجموعه اسيتايل تانيه. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل بعد ما تكون حمض الستريك. فعل حمض الستريك مع انزيم يعيد ترتيب تركيبه ليصبح ايزوسترات، ثم يفقد الايزوسترات ذرة كربون ويتأكسد ليكون الفا كيتو جلوترات ويكتسب NAD اخر الكترونا لتكوين NADH، بينما تتحد ذرة الكربون المفقودة مرة اخرى مع ذرتي اكسجين لتكوين ثاني اكسيد كربون مرة ثانية. هل تلاحظ نمطا هنا؟ بعد ذلك يفقد الالفا كيتو جلوترات ذرة كربون ويتأكسد لتكوين ساكسنيل الإنزيم المساعد A، ومرة أخرى يكتسب NAD آخر إلكتروناً لتكوين NADH، وتتحد ذرة الكربون المفقودة مع الأكسجين لتكوين مركب ثاني أكسيد كربون آخر. في هذا الوقت يتم تحفيز ساكسنيل الإنزيم المساعد A لتكوين ساكسينات، والطاقة المنطلقة من هذا التفاعل سرعان ما تكتسب لإنتاج ATP. أخيراً ATP يعني الطاقة، وبهذا تكتمل المهمة، ولكن لم تكتمل الدورة بعد. يتأكسد الساكسينات لتكوين فومارات، بينما يكتسب حامل الإلكترونات FAD إلكترونين لتكوين FADH2، ثم يتحد الفومارات مع الماء لتكوين المالات. يتأكسد المالات ويفقد إلكترونا ليكتسبه NAD لتكوين أوكسلو أسيتيت، ومن ثم نعود إلى نقطة البداية. مع بداية الدورة نحصل على أسيتيل الإنزيم طيب تعالوا بقى نشرحها كده تاني مع بعض، نركز، احنا شفنا الفيديو، تعالوا نشرحها كده تاني مع بعض بكل بساطة. زي ما احنا شايفين دلوقتي، احنا اتفقنا ان احنا في انشطار الجلوكوز حصلنا على ايه؟ 2 حمض بايروفيك. طيب احنا هناخد جزء من حمض البايروفيك دول الاتنين ونشتغل مع دورة كريبس، ونبقى فاهمين ان عندي جزيء حمض البيروفك التاني هيقوم بنفس الدورة تاني. يعني الدورة هنا ايه؟ 2 حمض بيروفك كل واحد يدخل دورة ويكون دورة كريبس. طيب بس في نقطة مهمة قبل ما ابدأ اشرح
دورة كيربس. أنا عندي بقول الأسيتايل اللي اتكون عندي أو جزيء الأسيتايل اللي اتكون عندي، هل هو هيجي من الجلوكوز بس زي ما عملنا انشطار الجلوكوز، ولا ممكن يجي لي من الدهون والبروتينات؟ ما احنا أخذنا في أولى ثانوي وعرفنا إن المواد الدهنية بتكون لي بتدي لي طاقة، البروتينات بتديني طاقة، وكل منهم يقدر الاحماض الدهون هتديني المونير بتاعها المونيمر بتاعها احماض دهنيه، والبروتينات هتديني المونيمر بتاعها احماض امينيه. من الاثنين ممكن ينتج برضو ايضا عندي مجموعه الاسيتايل اللي تقدر تتحد مع مرافق الانزيم وتدخل دوره كريبس. يبقى دي نقطه مهمه لازم ناخد بالنا منها. يبقى انا عندي جزيء الاسيتايل ممكن يجي من سواء الجلوكوز او الدهون او البروتين. طيب تعالوا بقى نشوف ايه اللي بيحصل للاسيتايل. احنا اتفقنا ان الاسيتايل ده 2 ذره كربون، ارتبط مع مين؟ ارتبط مع مرافق الانزيم الف، واداني الاسيتايل كو انزيم ايه. ايه اللي بيحصل؟ مجرد ما المهمه دي تمت ودخل عندي في دوره كريبس، بدا عندي ان الكو انزيم ايه هيقول شكرا انا كده خلصت المهمه بتاعتي، ويبدا ينفصل او يتحرر ويرتبط الاسيتايل مع حمض الاكسالو اسيتيك. الاكسالو اسيتيك، طيب حمض الاكسالو اسيتيك ده عندي فيه كام ذره كربون؟ فيه 4 ذرات كربون. الاسيتايل فيه كام ذره كربون؟ 2. طيب لما يتحدوا مع بعض هيديني حمض الستريك. حمض الستريك فيه كام ذره كربون؟ فيه 6 ذرات كربون. طيب هينتج عندي هنا ايه؟ هيخرج عندي فيه ذره كربون. احنا اتفقنا بقى في عندي ذره كربون حره هتتحد مع مين؟ مع جزيء اكسجين، وينتج ثاني اكسيد الكربون، والنات هيختزل ويتحول عندي الى النات اتش. جميل جدا، ناخد بالنا ان النات اتش ده ظاهر معايا من ايام من ساعه انشطار الجلوكوز. حلو جدا. طيب بعد كده هيتحول لما يفقد حمض الستريك ذره كربون، كان 6 تمام، هيديني مين؟ حمض الكيتو كلوتاريك او الالفا كيتو كلوتاريك. طيب في كام ذره كربون؟ في 5 ذرات كربون. طيب هنقف عند كده؟ قال لك لا، انا لسه كده عدد ذرات الكربون كتير عليا، طب يلا نقلل كمان ذره كربون بخروج مين؟ زي ما اتفقنا بخروج ذره او جزيء ثاني اكسيد الكربون. ذره الكربون تتحد مع جزيء اكسجين وتخرج لي جزيء ثاني اكسيد الكربون، والنات يتحول لناد اتش. جميل جدا. طيب الكيتو كلوتاريك كان 5 كربون، فقدنا واحده، يبقى عندي مين؟ حمض الساكسينيك. حلو جدا، احنا فقدنا. طب جميل، يبقى في عندي كام ذره كربون؟ 4 ذرات كربون. طيب هنا بقى بدا يظهر حاجه مهمه قوي، الاي تي بي. ايه اللي حصل هنا؟ جزيء الاي دي بي اتحول ل اي تي بي باتحاده مع مين؟ مع مجموعه فوسفات، واداني الاي تي بي اللي هو ثلاثي الفوسفات. وطبعا انا كده خرج عندي، نركز، خرج عندي جزء مين؟ جزيء اي تي بي. نركز عشان احنا هنحسب مع بعض نواتج مجموعه او نواتج دوره كريبس. هنا اول ظهور عندي للفات، الفات يتحول للفات اتش 2. حلو قوي. طب يبقى انا كده بدات يظهر عندي الفات. ناخد بالنا في انشطار الجلوكوز ما كانش فيه فات، الفات ظهر امتى؟ مع دوره كريبس. طيب حمض الساكسينيك ينفع اقلل منه ذرات كربون تاني؟ يقول لي لا شكرا، انا عايز احافظ على الكربون بتاعي، ما ينفعش يقل عن كده. طيب تمام، حمض الساكسينيك بالعمليه دي هيتحول عندي الى حمض الماليك. حمض الماليك برضو هيتحول عندي الى حمض الاكسالو اسيتيك مره تانية، رجعنا له عن طريق ان النات بتختزل للنات اتش، وترجع تاني الحمض الاكسالو اسيتيك يرجع يكون لحمض الستريك مرة أخرى، وتستمر الدورة زي ما اتفقنا مع بعض بهذه الطريقة. ليه بيسموها حمض الستريك دورة حمض الستريك؟ لأنها طبعا زي ما عرفنا بدأت بحمض الستريك وانتهت بحمض الستريك مرة أخرى، فبيسموها دورة حمض الستريك أو دورة كريبس. يبقى أنت عارف أن دورة كريبس هي نفس المسمى لدورة حمض الستريك. تعالوا نشوف مع بعض عدد الجزيئات اللي اتحررت عندي. تعالوا نراجع كده، عندي هنا اللي بالاحمر ده كام جزيء ثاني اكسيد كربون؟ ايوه 2، طلعت 2 جزيء ثاني اكسيد الكربون. طيب ادي 1 ناد اتش، 2 ناد اتش، 3 ناد اتش، يبقى 3 جزيئات ناد اتش خرجت معايا. طيب كام فاد؟ لا هو جزيء واحد فاد اتش 2. كام جزيء اي تي بي؟ جزيء واحد اي تي بي. حلو جدا،
ودي دورة كريبس وعرفنا النواتج بتاعتها. نقولها تاني بسرعة، يبقى أنا بدأت من حمض البيروفيك تحول لمين بالأكسدة؟ للأسيتايل، الأسيتايل ارتبط بمرافق الإنزيم، دخل لي دورة كريبس، يتحرر مرافق الإنزيم يخرج منه ويتحد مع الأكسالو أسيتيك اللي ها يتحد مع الأسيتايل، ده الأسيتايل 2 كربون، الأكسالو أسيتيك 4 كربون، يديني حمض الستريك 6، حمض الستريك عن طريق مجموعة من المركبات الوسيطة يبدأ عن طريق عمليات الأكسدة والاختزال. على فكرة إحنا متعودين أكسدة واختزال عملة، يعني وجهين لعملة واحدة، ما دام حصل أكسدة لازم يحصل اختزال مباشرة، طبعا الاثنين بيحصلوا في نفس الوقت، هيحصل عمليات أكسدة واختزال لغاية ما أوصل للأكسلو أسيتيك ومنه تاني الحمض الستريك وهكذا، وكان الناتج عندي 2 جزيء ثاني أكسيد الكربون، 3 جزيء نات اتش، جزيء نات اتش 2 وجزيء الـ ATP. يا رب تكونوا فهمتوها دلوقتي وبقت أسهل عليكم. الأسماء الأحماض مش صعبة، هي بس جديدة عليكم، لو قررنا قراءتها أكتر من مرة هتلاقوها سهلة جدا، نسمعها أكتر من مرة ونقولها أكتر من مرة هتبقى سهلة عليكم. إحنا كده خلصنا دورة كريبس وخلصنا انشطار الجلوكوز. إيه بقى المرحلة الأخيرة؟ زي ما إحنا شايفين مع بعض المرحلة الأخيرة عندي هي سلسلة نقل الإلكترون. بس الأول، هل دورة كريبس بتتكرر؟ اه طبعا، ما احنا اتفقنا، ما انا عندي طالع كان في البداية 2 حمض بيروفيك، يعني انا هيكون عندي 2 دورة كريبس. دي نقطة مهمة جدا محتاجين نركز فيها. ايه اهمية دورة كريبس؟ الاول طبعا اكسدة ذرات الكربون من خلال التفاعلات اللي كانت بتحصل معايا خلال الدورة، طبعا عن طريق ازالة الكترونات هيستقبلها مين؟ ما احنا اتفقنا مين اللي بيستقبل؟ الفاد والنات، وبتنقلها لمين؟ للسيتوكرومات. احنا كده هنوصل لمين؟ هنوصل لسلسلة نقل الالكترون. جميل، طيب تعالوا نشوف مع بعض. طيب ايه اللي هيحصل لما السيتوكرومات هتعمل لي ايه؟ هتحرر لي الطاقة اللازمة لانتاج الـ ATP. تعالوا بقى نشوف مع بعض جزيئات ثاني اكسيد الكربون اللي كانت بتطلع معايا واحنا شغالين في دورة كريبس دي، مصيرها ايه؟ انا قلتها لكم في اول الحصة خالص، قلنا انها هتدخل للدورة الدموية عن طريق اتحادها مع الهيموجلوبين، وهتوصل مع خلايا الدم الحمراء للرئتين، ويحصل عملية التبادل الغازي طبعا في الإنسان في الرئتين عن طريق هواء الزفير تخرج بره جسم الإنسان من خلال هواء الزفير. طبعا مين اللي بيخرج ده؟ ثاني أكسيد الكربون. أنا كده اتخلصت منه. تعالوا نشوف حاجة مهمة، نشوف بقى سلسلة نقل الإلكترون. إيه اللي بيحصل في سلسلة نقل الإلكترون؟ دي المرحلة الأخيرة من التنفس الخلوي الهوائي، واللي بتبدأ مع نهاية دورة كريبس. ما أنا اتفقت معاكم هي متتابعة، انشطار الجلوكوز اللي يخرج دورة كريبس، اللي يخرج يدخل على سلسلة نقل الإلكترون. طب سلسلة نقل الإلكترون بتتم فين؟ في الميتوكوندريا. جميل، طيب اتفقنا أو نشوف مع بعض كده نقطة مهمة، إن أنا عندي الناتج من الدورة دي كلها 38 ATP. طب انا لغايه دلوقتي اللي حصلت عليه من الاول ما يجيش حاجه، ده كام؟ 4 اي تي بي وصلنا لهم لغايه دلوقتي، طب امال فين الباقي؟ هنحصل عليهم في سلسله نقل الالكترون. ناخد بالنا من نقطه مهمه عشان اما نيجي نحسبها مع بعض، ان النات اتش بتطلع لي 3 اي تي بي، يعني لو في 2 نات اتش يبقى 6 اي تي بي، تمام؟ طيب والفات اتش 2 تطلع لي 2 اي تي بي، خلاص؟ دي نقطه مهمه عايزين نركز فيها. المخطط الجميل ده برضو جايبه لكم من بنك المعرفة، حلو جدا، بيوضح لكم عملية أو سلسلة نقل الإلكترون بتتم إزاي، وهنشوفه بالتفصيل من خلال الفيديو ده مع بعض. نشغل الفيديو مع بعض هيوضح لي عملية الفصفرة التأكسدية. ناخد بالنا ان احنا كنا في الفصل الاول كنا واخدين الفصفرة الضوئية، ناخد بالنا لان الدرسين دول مهمين جدا عشان ما يحصلش لخبطة ما بين الدرسين ونركز مع بعض. انا دلوقتي بعمل حاجة اسمها سلسلة نقل الالكترون عن طريق الفصفرة التأكسدية. نسمع الفيديو مع بعض ونبدأ نشرح مع بعض تاني. ماذا يحدث أثناء الفسفرة التأكسدية وهي الخطوة الثالثة من التنفس الخلوي؟ يدخل حاملا الإلكترون NADH و FADH2 الناتجان من قبل إلى سلسلة نقل الإلكترون التي تتم داخل الغشاء الميتوكوندري الداخلي. في المركب البروتيني 1 و2 من سلسلة نقل الإلكترون تتم أكسدة NADH و FADH2 ويتم إطلاق إلكترونات وأيونات هيدروجين
أين تذهب الإلكترونات وأيونات الهيدروجين؟ تقوم مستقبلات الإلكترون بنقل الإلكترونات بين المركبات البروتينية الأربعة المتصلة. كل من هذه التنقلات تطلق قدراً صغيراً من الطاقة، وبداخل المركب البروتيني الرابع يقوم الأكسجين باكتساب الإلكترونات لتتحد مع أيونات الهيدروجين لإنتاج جزيئات الماء، وبهذا تنتهي سلسلة نقل الإلكترون. لكن ماذا عن أيونات الهيدروجين؟ لنعد إلى البداية. يقوم كل من NADH و FADH2 بإطلاق أيونات الهيدروجين إلى المصفوفة الميتوكوندرية سالبة الشحنة، وباستخدام الطاقة المتولدة من تحرك الإلكترونات تضخ المركبات البروتونية أيونات الهيدروجين من المصفوفة الميتوكوندرية خلال الغشاء الميتوكوندري الداخلي إلى الحيز بين الغشائين، ما يسبب وجود تركيز عال من أيونات الهيدروجين موجبة الشحنة في الحيز بين الغشائين. وبفعل تدرج التركيز الناتج يتم سحب أيونات الهيدروجين مرة أخرى إلى المصفوفة الميتوكوندرية. تنتقل أيونات الهيدروجين خلال سينثاز ATP عن طريق قاعدته الدوارة، حيث تقوم الجزيئات بتخليق ATP من ADP والفوسفات، فينتج عن الفسفرة التأكسدية ATP34، نضيف إليها أربعة نتجت عن تحلل السكر ودورة كريبس ليصبح الناتج عن التنفس الخلوي 38 جزيء ATP من كل جزيء جلوكوز. الجزئية دي مهمة جدا، تعالوا بس نجيب الصورة دي كده مع بعض. لما كانت هنا دي نقف كده عندها، يبقى انا عندي كان في سلسله نقل الالكترون اللي احنا بنسميها الفسفره التاكسديه. نركز مع بعض، يعني ايه فسفره تاكسديه؟ يعني الاي دي بي بيتحد مع الفوسفات او مجموعه فوسفات عشان يديني الادينوزين ثلاثي الفوسفات اللي هو الاي تي بي. طيب كام اي تي بي هينتج عندي فيها؟ 34، وهنرجع نشرح الكلام ده بالتفصيل تاني. تحلل السكر او انشطار الجلوكوز من البدايه خالص نتج عندي كام؟ 2 اي تي بي. دوره كريبس 2 اي تي بي. طب الاجمالي كام؟ 38 اي تي بي، وده كان الاجمالي اللي هيطلع عندي من دوره كريبس او اكسده الجلوكوز من البدايه خالص عشان احصل على الطاقه اللي بنسميه التنفس الخلوي الهوائي. تعالوا نشوف مع بعض، تعالوا نشوفها تاني زي الصورة بتاعت الكتاب عندك الواضحة فيه عشان تبقى سهل عليك. أنا دلوقتي عندي فيه أيونات الهيدروجين. أيونات الهيدروجين دي هتنقسم عندي لبروتونات وإلكترونات. إيه اللي هيحصل للإلكترونات؟ زي ما احنا شايفين ودرسناها قبل كده في المرحلة الإعدادية، عرفنا إن عندي الإلكترون لما بيجي ينتقل من مستوى أعلى لمستوى أقل هيفقد طاقة، هينطلق طاقة، وهنا هي الطاقة عندي اللي بتنطلق اللي هي بتكون لي عندي الـ ATP. إيه اللي بيحصل للهيدروجين؟ الهيدروجين بيروح يقابل جزيء أو ذرة أكسجين عشان يكون لي جزيء الماء. زي ما احنا شايفين المعادلة الكيميائية اللي قدامنا، عندي أيونات الهيدروجين أو 2 هيدروجين مع 2 إلكترون نص O2، أنا عندي جزيء الأكسجين، يعني ذرتين أكسجين مرتبطين مع بعض. احنا عارفين ان الاكسجين ما ينفعش يكون في صورة مفردة، فاتنين هيدروجين هيتحدوا مع الO علشان يقدر يديني جزيء المية او الـ H2O. يبقى ايه اللي بيحصل في سلسلة نقل الالكترون؟ تعالوا بكل بساطة نشرحها تاني. انا عندي الهيدروجين والالكترونات هيمروا من المستوى العالي في الطاقة لمستوى اقل في الطاقة عن طريق مين؟ مين اللي بيبقى محمولين على مين؟ على الفات H2 والنات H، من خلال تتابعات من مرافقات الإنزيمات اللي بتوجد في الغشاء الداخلي للمين؟ في الميتوكوندريا اللي كنا بنسميها إيه؟ السيتوكرومات. هي إيه السيتوكرومات؟ إحنا قلنا السيتوكرومات موجودة داخل الغشاء الداخلي للميتوكوندريا، وظيفتها إيه؟ حمل الإلكترونات. وهنا جه وقتها، ما هي بتحمل الإلكترونات من مستوى أعلى في الطاقة زي درجات السلم اللي إحنا شايفينها. السيتوكرومات بتحمل الالكترونات من مستوى اعلى في الطاقه، ها انزل على المستوى اللي بعده للمستوى الذي يليه، المستوى الاسفل الاسفل الاسفل، وفي كل نقله من مستوى لمستوى بيبدا ينتج عندي مين؟ ينتج عندي الطاقه. طيب السيتوكرومات اتفقنا هتحمل الالكترونات من مستوى اعلى لمستوى اقل وينطلق الطاقه الكافيه لتكوين جزيئات الاي تي بي
من جزيئات الـ ADP، ودي طبعا اللي بنسميها الفسفرة التأكسدية زي ما شرحناها بالتفصيل وشفناها في الفيديو الممتع اللي شفناه من شوية. وزيئات بقى الهيدروجين أو أيونات الهيدروجين هتروح فين؟ إحنا كده عرفنا مسار الإلكترونات. جزيئات الهيدروجين أو أيونات الهيدروجين هتروح فين؟ هتروح تتحد زي ما اتفقنا، زوج من أيونات الهيدروجين هيتحد مع ذرة أكسجين لتكوين جزيء الماء. وطبعا هنا الأكسجين زي ما شفنا هو اللي استقبل عندي جزيئات أو أيونات الهيدروجين، فبنقول إن الأكسجين هو المستقبل الأخير في سلسلة نقل الإلكترون. أتمنى تكون وضحت وبقت سهلة ليكم دلوقتي وقادرين تفهموها. معلش أنا عارفة إنها صعبة، بس يعني نحاول، أنا حاولت على قد ما أقدر أبسطها لكم، والفيديوهات والروابط كلها من بنك المعرفة هحطها لكم إن شاء الله في الشات، لأن بجد بجد هو شارح التنفس الخلوي حلو جدا من خلال مجموعة من اللينكات كلها مفيدة. أتمنى إن أنتوا تدخلوا عليها تاني وتسمعوها تاني منه وتبدأوا تحلوا الأسئلة، هتلاقوا الدنيا أسهل بكتير إن شاء الله. تعالوا بقى نحسب جزيئات الـ ATP اللي خرجت عندي من البداية. إحنا اتفقنا إن كل جزء منهم هنعرفه كويس جدا ونبدأ نحسب جزيئات الـ ATP. أولاً عندي بينتج عن من تأكسد جزيء واحد من الجلوكوز في وجود الأكسجين في عملية التنفس الهوائي 38 جزيء ATP. طيب متقسمين إزاي؟ في 2 جزيء في سيتوبلازم الخلية أثناء الانشطاط، ودي كانت أول حاجة عملناها مع بعض في أول مرحلة شرحناها الحصة اللي فاتت. الجزء الثاني أو المرحلتين التانيين عندي دورة كريبس وسلسلة نقل الإلكترون 36 جزيء ATP في الميتوكوندريا. عرفنا قد ايه عضية زي الميتوكوندريا مهمة في الكائنات الحية، عشان كده مفيش خلية بتخلو منها سواء نباتية او حيوانية. اتفقنا؟ تعالوا بقى نشوف مع بعض ايه اللي بيحصل. احنا عندي في من الجلوكوز لاتنين حمض البيروفيت طلع عندي 2 ATP واتنين نات اتش. اتفقنا النات اتش بيديني بيتحول لمين؟ لتلاتة ATP. طب انا عندي 2 نات اتش يبقى يطلع كام؟ 6 ATP. حلو جدا. طيب من الاثنين حمض بيروفك للاثنين اسيتايل طلع عندي 2 نات اتش يتحولوا يبقى كام؟ 6 ATP. جميل. ادخل على دوره كريبس كان عندي فيه 2 ATP، في طبعا انا عندي 2 دوره كريبس عشان نكون متفقين، في عندي كمان ال 6 نات اتش تتحول ل 18 ATP، والاثنين فات اتش 2 هيتحولوا من 4 ATP، يبقى المجموع عندي كام؟ المجموع عندي 38 ATP. خلاص يا شباب دي نقطة مهمة جدا. طيب حد يفكرني كان ايه اهمية سلسلة نقل الالكترون؟ انا بحاول اعيد لكم تاني عشان انا عارفة ان انتم محتاجين تركزوا فيها. اهمية نقل الالكترون كانت ايه؟ حررنا الطاقة المخزنة فين؟ في النات اتش والفات اتش 2. طيب بمرور الالكترونات على تتابعات من السيتوكرومات وانطلاق طاقة من مستوى اعلى لمستوى اقل واستخدام الطاقة الناتجة دي لتكوين مين؟ لتكوين جزيئات الـ ATP من الـ ADP في عملية اسمها ايه اتفقنا؟ الفسفرة التأكسدية. طيب الجزيء الواحد من النات اتش اتفقنا هيحمل الالكترونات اللي هيفقدها عند تحوله الى جزيء نات. ده هنا ايه اللي كان بيحصل في سلسلة نقل الالكترون؟ كان بيحصل العكس. ده انا دلوقتي النات اتش هتفقد الهيدروجين، والفات اتش 2 هي كمان هتفقد الهيدروجين، عكس ما كان بيحصل من بدايه الدوره. فاكرين؟ من بدايه الدوره كان النات والفات يتحدوا مع هيدروجين، لان هنا دلوقتي بيحصل العكس، بيفقدوا الهيدروجين زي ما اتفقنا اللي بدا بعد كده يتحد مع جزيء الاكسجين واداني الميه في النهايه. لازم ابقى عارفه ان كان عندي فيه 4 ATP حر او 4 جزيئات ATP حر بتنتج عندي، وفي 34 جزيء ATP بيكون غير حر في السيتوكرومات. لازم اركز في النقطه دي كويس جدا يا شباب عشان تبقى واضحه معايا الجزئيه دي. احنا كده اتعرفنا مع بعض على التنفس الخلوي الهوائي. ناخد بالنا التنفس الخلوي الهوائي شرحنا الاول ايه اللي بيحصل، انه بيتم عندي على 3 مراحل انشطار الجلوكوز، بعد كده شرحنا مع بعض دوره كريبس ثم سلسلة نقل الإلكترون. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض برضو ده لينك من على بنك المعرفة المصري قد إيه مفيد جدا جدا جدا، شرح لك الثلاث مراحل بالتفصيل وبطريقة بسيطة. تعالوا نشوفها مع بعض. طبعا بيقول لحضرتك من البداية، يلا نراجع. احنا هنعيد ونزيد فيها لأنها مهمة. مركزين معايا ولا نمتم؟
يلا نركز مع بعض. انا براجع تاني كده مره واحده من اللينك الجميل ده من على بنك المعرفه المصري. يبقى هنا بيتم التنفس الخلوي الهوائي، معلش ركزوا معايا، الخلوي الهوائي يعني بيتم فين؟ في الخليه، على 3 مراحل. اول مرحله كان اسمها انشطار الجلوكوز، ثم دوره كريبس، ثم سلسله نقل الالكترون. شايفين الصوره الجميله اللي انا كبرتها لكم دلوقتي دي؟ تعال نراجع مع بعض تاني يا مس. تاني، انشطار الجلوكوز، الجلوكوز الصيغه الكيميائيه بتاعته ايه؟ C6H12O6. انت مش ملزم بيها، لا طبعا انت عارفها اصلا من اولى ثانوي، عارف ان الجلوكوز من السكريات الاحاديه، 6 ذرات كربون، 12 ذره هيدروجين، و6 ذرات اكسجين. جميل. بيحصل كان ناتج عندي انشطار الجلوكوز دي فين؟ في السيتوبلازم. نتج كان جزيء اي تي بي، 2 اي تي بي. جميل. الالكترونات هتنتقل بواسطه مين؟ ها المرافقات الانزيم عندي مين؟ الناد اتش. طيب هيطلع عندي ايه؟ حمض البيروفيك. طيب ثواني يا مس، احنا قلنا ان احنا بنعمل انشطار للجلوكوز اللي هو 6 كربون لحمض البيروفيك اللي هو 3 ذرات كربون. طب الصيغه بتاعته ايه؟ C3H4O3. بعد كده هيدخل بقى عندي فين؟ لمين؟ لداخل الميتوكوندريا. هيحصل عندي دوره كريبس زي ما اتفقنا. طبعا الاول حمض البيروفيك هيتاكسد لمجموعه الاسيتايل ثنائي الكربون اللي هيبدا يدخل مع حمض الاكسيلو اسيتيك ويتحول عن لمجموعه من المركبات الوسيطه، وينتج عندي عن دوره كريبس كام جزيء اي تي بي؟ 2 اي تي بي. جميل. نتج بعد كده عندي ها ايونات الهيدروجين، مين اللي هينقلها عندي؟ بواسطه مين؟ الالكترونات، بواسطه الفات اتش 2 والنات اتش. يروحوا لمين؟ عندي نبدأ في سلسلة نقل الإلكترون اللي بينتج عندها طبعا كام؟ 34 اي تي بي جوه الميتوكوندريا بشكل عام، مع الاتنين اي تي بي اللي كانوا في ال 34 في نقل الإلكترون، وفي عندي 2 في دورة كريبس، و2 في انشطار الجلوكوز، يبقى الإجمالي 38 اي تي بي. اول حاجه شرح لك، انا هسيب لكم اللينك وتقراوه وتذاكروه كويس جدا من اللينك ده. هيبدا عند حضرتك بانشطار الجلوكوز، وبعدين عندي دوره كريبس. تعالوا نشوف الصوره دي كده بسرعه. دوره كريبس بيشرح لي ايه اللي بيحصل فيها بالتفصيل زي ما احنا شايفين مع بعض. تمام يا شباب. بعد كده تعالوا نشوف مع بعض او ننتقل لسلسله نقل الالكترون. زي ما احنا شايفين مع بعض في سلسله نقل الالكترون بيبدا تتحرر الالكترونات من النات اتش والفات اتش، وكل ما هننزل سلمه ينطلق عندي طاقه، والايونات الهيدروجين تتحد مع الاكسجين عشان تبدا تكون لي الميه او جزيئات الميه. تعالوا بقى احنا بعد ما شرحنا ده كله، تعالوا نحل مجموعه من الاسئله من الرابط ده. اول سؤال بيقول لحضراتكم، عمليه تحول الجلوكوز الى حمض البيروفيك داخل الميتوكوندريا وتسمى بالانشطار الجلوكوزي. ناخد بالنا ان بيقول لك ايه، شوف كده السؤال ركز، انت لو ما قراتوش بتركيز هتتلخبط هتقول صح. لا هي طبعا الاجابه غلط. ليه؟ عمليه تحول الجلوكوز الى حمض البيروفيت كان جوه داخل الميتوكوندريا ولا في السيتوسول؟ نفتكر كده مع بعض. في السيتوسول، ما كانش داخل الميتوكوندريا. امال ايه اللي كان بيتم داخل الميتوكوندريا؟ كان عندي ايه؟ كان عندي اللي بيتم داخل الميتوكوندريا دوره كريبس وسلسلة نقل الإلكترون. لا. تعالوا نشوف تاني سؤال، تسمى دورة كريبس بدورة حمض البيروفيك، إيه رأيكم؟ ينفع؟ ده إحنا أكدنا عليها، ها؟ كانت بتسمى دورة كريبس بدورة مين؟ دورة حمض الستريك. ليه؟ ده أول التفاعلات اللي تكون، طبعًا أول تفاعلاتها لتكوين حمض الستريك لما مجموعة الأسيتايل بتتحد مع الإكزال وأسيتك ويديني حمض الستريك، وبرده لأن هو الآخر يعني هو النهاية بتاعت الدورة بتاعتي، فطبعًا الإجابة خاطئة لأن دورة كريبس بتسمى بدورة حمض الستريك. الأسئلة دي كلها على فكرة إجاباتها في الشرح اللي فوق، ما تقلقوش، يعني حضرتك هتقرأ الدرس كويس من الرابط ده هتلاقي نفسك بتجاوب الأسئلة بكل سهولة. طيب السؤال اللي بعد كده، تتطلب سلسلة نقل الإلكترون وجود الأكسجين؟ الإجابة صح ولا خطأ؟ طبعا صح، ده احنا قلنا الأكسجين هو المستقبل، ها بيستقبل مين؟ أيونات الهيدروجين عشان يكون لي إيه؟ ممتازين، يكون لي جزيء المية. طبعا الإجابة صحيحة، برافو عليكم. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده، تنتج من دورة كريبس جزيئان فقط من الـ ATP نتيجة تحلل جزيء جلوكوز واحد؟ تمام صح، لأن أنا خد بالك أنا ده من جزيء من دورة كريبس واحدة، أنا عندي فيه دورتين، يبقى طبعا الإجابة صحيحة. تعالوا نشوف آخر سؤال معانا النهاردة،
تستخدم الخلية الطاقة المختزنة على الإلكترونات المحمولة فقط على جزيء النت اتش، هو النت اتش فقط ولا في عندي كمان الفات اتش 2؟ طبعا في عندي كمان الفات اتش 2، فتكون الإجابة خاطئة. طيب تعالوا نرجع تاني كده مع بعض. كده يا شباب احنا شرحنا الدرس يعني اكتر من مره، فيديوهات من بنك المعرفه المصري شرحته معاكم من خلال الماده العلميه اللي انا مجهزها لكم، حلينا عليه اسئله. اعتقد كده ان شاء الله هيكون من اسهل الدروس عليكم، واتمنى ان احنا نكون متفاعلين ونحل الفورم، هحط لكم الروابط بتاعتها دلوقتي في الشات. وبشكركم جدا، كنت معاكم أستاذة منى حسني عبد اللطيف، أتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.